مرحبا بكم في الأحد الاقتصادي. مشروع قانون ضريبة الدخل العابر للحكومات قد يرى النور قريبا بعد شد وجذب حكومي شعبي، فهو من أسقط حكومة وفي عهده تعدلت الأخرى، مر بمراحل متعددة، نقاشات وحوارات ولقاءات مع فعاليات اقتصادية وشعبية، وحاولت الحكومة كسب التأييد عبر لقاءات في المحافظات، فكانت نتيجتها نقمة أكبر ورفضا أكثر لمشروع القانون. اليوم أنهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تعديلاتها على القانون، وهي بانتظار الرد على ذلك حتى يتسنى إقراره قبل نهاية العام الحالي ليبدأ العمل به مع مطلع العام المقبل. نرحب معا في هذه الحلقة برئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نائب دكتور خير أبو صعيليك، أهلا بك. أهلا، والمدير العام لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أهلا بك أيضا. إذن سأبدأ معك دكتور خير بما الذي حدث على الشرائح. أولا مساء الخير لك ولجميع الإخوة المشاهدين، وبدي أكد أنه لجنة الاقتصاد والاستثمار عندما أحيل لها مشروع القانون راقبت عن كثب جميع ردود الأفعال تجاه هذا القانون في جميع المراحل المختلفة لهذا القانون حتى وصل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار. الحقيقة تعاملت اللجنة مع القانون من عدة ثوابت. الثابت الأول كان هو التوجيه الملكي السامي إلى الحكومة وإلى مجلس النواب بضرورة المحافظة على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من عدم تحميلهم أي أعباء إضافية. والثابت الآخر كان المقتضى الدستوري الوارد في المادة 111 والذي ينص على عدم تحميل المكلفين أعباء لا تتناسب مع قدراتهم وحاجة الدولة إلى المال، يعني بمعنى ذلك مراعاة قدرة المكلف على الأداء. والثابت الثالث كان يتمثل في ضرورة المواءمة بين برنامج الإصلاح المالي الذي تقوم به الحكومة وبين متطلبات الأمن المعيشي للمواطنين. نعم. فهذه كانت الثوابت التي تم الانطلاق. دكتور خير، نحن نتحدث عن إذا بدأنا بالشرائح تحديدا، كانت القانون الساري اليوم يتحدث عن إعفاء ب 12,000 دينار للفرد، القانون الذي أرسل لكم من الحكومة يتحدث عن 9,000، أنتم رفعتموها إلى 10. القانون الذي أرسل من الحكومة كان يتحدث عن 9,000 للمكلف و8,000 للمعالين وليس 9,000، لأنه إحنا نتحدث عن مرحلة الثبات، قال ب 2019 بصير 9,000 بعدين بصير 8,000 و1,000 دينار مقابل الفواتير. هكذا جاء مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. نحن نجد أنه 1,000 دينار مقابل الفواتير هذا ليس مبلغا كافيا. اليوم نتحدث عن التهرب الضريبي، ما هو الحافز لدى المواطن مشان يروح يجيب فاتورة ويقدمها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إذا أنت بتعطيه فقط 1,000 دينار؟ هذا أمر. الأمر الآخر بدرجة على القانون الأصلي اللي تحدث فيه 12 و12 و4، لما نتحدث عن 4 أيضا هناك تشوه، لأنه لنفرض واحد أعزب، الأعزب كان يأخذ 12,000 دينار ويأخذ 4,000 دينار إعفاء فواتير، وإذا تحدثنا عن أسرة مكونة من 5 أشخاص كانوا بيأخذوا أيضا 4,000 دينار نفس فواتير. الرقم. فهل من المنطق وهل من الحكمة وهل من الحصافة أن نمنح واحد أعزب 4,000 ونمنح الأسرة اللي عندها 4 أشخاص أو 3 أشخاص نفس المبلغ؟ أنا بعتقد أن هذا ليس إجراء حصيفا، ولذلك نحن نعتقد أن القانون الأصلي كان فيه تشوه، وأيضا مشروع القانون الذي ورد من الحكومة كان فيه تشوه. ما الذي فعلته لجنة الاقتصاد والاستثمار في هذا الموضوع؟ نعم. إحنا بنقسم الحديث إلى 3 فئات، الفئة الأولى الأعزب، والفئة الثانية الأسرة، والفئة الثالثة الأطفال أو الأبناء أو الأسرة التي لديها أطفال بحد. نعم. أعلى 3 أطفال. خلينا نتحدث أول شيء عن الشخص الأعزب المكلف الطبيعي الأعزب. هذا المكلف قلنا أنه الإعفاء للشخص الطبيعي 10,000 دينار، وسيستمر هذا الإعفاء من بداية تطبيق القانون إلى ما لا نهاية. الفرق أنه في بداية تطبيق القانون إحنا وضعنا بالقانون نظام للفوترة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحتاج مدة سنة حتى تستطيع تطبيق هذا النظام، فقلنا أول سنة
بيأخذ 10,000 مباشرة بدون ما يعطي فواتير، لأنه بالأصل الدائرة غير جاهزة لاستقبال الفواتير. أشكرك. لكن في السنة التي تليها نظرا لوجود جاهزية لدى دائرة ضريبة الدخل بدنا نخلي 10,000 بس بدنا نقسمهم 9,000 بخذهم مباشرة و1,000 بخذهم مقابل الفواتير. طبعا كل هذا الكلام للفرد أو الأعزب. الشخص الأعزب. نيجي الآن على الأسرة. الأسرة قلنا إعفاها 20,000 دينار بالسنة الأولى، بده يأخذ 20,000 مباشرة بدون فواتير لأنه مش جاهزين. بالسنة الثانية وما يليها بدنا نخلي 20,000 دينار نعطيهم للزوج والزوج اللي ما عندهم أبناء 18,000 دينار، وبنعطيهم 2,000 دينار مقابل الفواتير. إذا 20,000 دينار بقيوا ثابتات منذ اللحظة الأولى ومرورا بكافة الأوقات، لكن شكلهم بالسنة الأولى 20,000 دينار بخذهم مباشرة، بعد السنة الأولى بأخذ 20,000 دينار 18,000 مباشرة و2,000 مقابل الفواتير. نعم. فيما يتعلق بالأبناء، بالأبناء قررنا منحهم إعفاء بمقدار 1,000 دينار لكل ابن بحد أقصى 3 أبناء. يعني إذا كانت عائلة لديها 3 أبناء في الوضع المثالي لهذا القانون، 3 أبناء تأخذ 23,000. إذا عندهم ولدين 18,000 هم مجموع رواتب الزوجين. نعم. أو مجموع دخل الأسرة من الزوجين تحديدا، و2,000 دينار هو إعفاء فواتير للزوجين، للزوجين، و3,000 للأطفال للأبناء. هذا من السنة الثانية. الأسرة التي تملك أكثر من 3 أطفال هي متساوية مع من تملك 3 أطفال، لأنه ليش حد أعلى. ليش الثلاث؟ خلينا نشرح للناس منين أجى رقم الثلاث أبناء. لما قعدنا مع المجلس الوطني للسكان قال معدل حجم الأسرة في الأردن 4.8 بما فيهم الأب والأم. إذا بتطلع الأب والأم من 4.8 بيظل 2.8، يعني فيش في أعشار، فبنقربها بصير 3. إذا معدل حجم، إحنا اعتمدنا على معدل حجم الأسرة في المملكة الأردنية الهاشمية وبناء عليه تم بناء هذا الرقم. نعم. ولذلك جاءت فكرة الثلاث أبناء. طيب إذا يعني سأذهب إليك أستاذ حسام، هذا التعديل الذي أقرته اللجنة إلى أي حد سيؤثر على الإيرادات التي كنتم تتوقعونها من القانون الذي أرسلتموه؟ شكرا. يعني تحديدا هذه الجزئية من التعديلات. خلينا نرجع شوي حتى نوضح ليش أجى مشروع القانون بهذه الصياغة. الواقع الحكومي عند إعداد مشروع القانون استندت لثلاث محاور رئيسية. المحور الأول اللي هو الدستور الأردني. الدستور الأردني خصص في فصل خاص بالشؤون المالية، وهو بيحدد الشروط التي يجب توفرها في النظام الضريبي في الأردن. يعني هذه الشروط لم تكن موجودة في القانون في عام 2014؟ لا، أو القانون الساري حاليا؟ بدك تعززها الآن، موجودة، ولكن مشروع القانون بتقيم المشروع وبتشوف مدى الضعف في هذا القانون الساري وبتعزز هاي العناصر الموجودة فيه. نعم. إذن واحد ما يتعلق بالأحكام الدستور. اثنين التكليف الملكي. التكليف الملكي للحكومة تضمن دراسة العبء الضريبي والمنظومة الضريبية بشمولية في الأردن. كحكومة قمتم بدراسة العبء الضريبي؟ لا، فالحكومة بادرت فورا مع أول تشكيل الحكومة إلى تكليف فريق حكومي متخصص لدراسة العبء الضريبي، وتم دراسة العبء الضريبي وتوزيع العبء الضريبي على القطاعات، وأيضا تم الاعتماد على الدراسات اللي تمت للتهرب الضريبي في الأردن وين القطاعات والمجالات اللي فيها، بالإضافة إلى قيام الحكومة بالحوار و يعني اجتمعت مع مؤسسات المجتمع. يعني سنذهب إلى جانب الحوار الذي تطرقنا له سابقا. خليني بس أوضح الأرقام في هذا الجانب. يعني سنذهب تحديدا إلى الشرائح وهي التي كان يتحدث عنها دكتور. عشان ليش 9-9 الواقع. نعم. ليش 9-9؟ نذهب إليها مباشرة. نعم. الآن ليش 9-9؟ لأن الحكومة لما درسنا النظام الضريبي المعمول فيه حاليا في مشكلة في القاعدة الضريبية، بمعنى القاعدة الضريبية الحالية. طبعا احنا نتحدث عن قانون ضريبة الدخل، يعني في عنا ضرائب مباشرة وفي ضرائب غير مباشرة. هذه الدراسة أظهرت أن قاعدة العبء الضريبي للضرائب المباشرة ضريبة الدخل ضعيفة جدا، يعني لا تتجاوز 5%. وبالتالي لازم أي مشروع قانون يوسع القاعدة الضريبية. رجعنا نشوف لوين ممكن نصل. رحنا
القاعدة الضريبية شقين، في أشخاص طبيعيين شركة. في شخص اعتباري. الأشخاص الطبيعيين المؤشر الرئيسي عليهم وأسرع مؤشر وأفضل مؤشر تأخذه اللي هو اشتراكات الضمان الاجتماعي. نعم. ليش؟ لأنه إحنا عندنا قانون الضمان الاجتماعي، كل رب عمل عنده موظف واحد يجب أن يشترك بالضمان الاجتماعي. فبالتالي يعني وردتكم الإحصاءات كما هي موجودة في الضمان الاجتماعي تحديد. اشتراكات الضمان الاجتماعي عدنا لقديش معدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي ودرسناها وعملنا تحليل عليها ولوين بدنا نصل، فوجدنا أنه إذا رحنا لتسعة تسعة نستطيع أن نصل أن نوسع القاعدة الضريبية لغاية لتصل بحدود 10%. تسعة تسعة بدون إعفاءات وفواتير. نعم. إما ما إحنا قلنا أول سنة زي ما ذكرنا أنه تسعة تسعة، ثاني سنة من تطبيق القانون اللي هي 2020 ستكون 9.8 زائد 1000 دينار فواتير. هذا بيعني أنه سيؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية إلى حوالي 10%، وعشان نخفف على الشريحة اللي بتدخل في خضوع الضريبة في القانون الآن أول شريحة ضريبية بتخضع على 7%، ففي مشروع القانون خفضنا أول شريحة ضريبية ل 5%. هذا بيعني أنه أنت وسعت القاعدة الضريبية، ولكن الفئات التي ستدخل في القاعدة الضريبية ستخضع. طيب سنتحدث عن النسب تفصيلا، لكن ستخضع يعني. طيب هذه التعديلات التي أقرتها اليوم الآن الانتقال، خليني إلى أي حد أثرت طبعا بتأثر إيرادات هذا القانون. إحنا بنحكي إحنا كنا رايحين لتسعة ثمانية واحد، الآن التعديل المقترح أو التوصيل المقترحة من لجنة الاستثمار هي بتحكي عن 9.95، إحنا بنحكي عن 18، بنحكي عن 23، في فرقية 5000. هذا بيعني تطبيق إعفاء 23 سيعيدنا إلى القاعدة الضريبية. إحنا بنقول واحدة من أهداف يعني مشروع القانون. كم سيخفض هذه التعديلات، كم ستخفض من إيرادات المشروع؟ هذه ستخفض بالتأكيد فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ستخفض الحصيلة بحدود 30 مليون دينار. الطبيعيين. الطبيعيين وغير طبيعيين رح نيجي عليهم ولما نحكي بالآخرين. يعني بما مجموعه، لننتقل سريعا إلى موضوع النسب، بما مجموعه كم سيخفض هذا هذه التعديلات؟ ما معلش خليني بس أوضح في هالنقطة. هاي لا الأهم معلش يعني أريد إجابة مباشرة. الإجابة هذه التعديلات. هذه التعديلات ستخفض بحدود 85 مليون ل 90 مليون من إيرادات المتوقعة من هذا المشروع. والتي كانت اللي كانت مقترحة من النسخة اللي قدمت من الحكومة. كم كانت أصلا؟ بحدود 1% من ناتج المحلي الإجمالي، يعني بحدود حوالي 300 مليون. يعني نتحدث عن اليوم ممكن أن يعني يحصل 200 وفاصلي إذا ما تم إقراره طبعا من مجلس النواب. نعم كمان مرة. إذا بس خليني سأذهب إلى النقطة واحدة النسب تحديدا قبل وأعود إليه. حاب أوضح النقطة طبعا. هاي احنا ما بنتحدث بس هذا مشروع قانون اصلاح النظام الضريبي، ما بنتحدث فقط عن ارقام، نحن نتحدث عن اهداف مشروع يحقق اهدافه الماليه والاقتصاديه. احنا بنقول واحد من اهداف القانون توسيع القاعده الضريبيه. من المهم هذه ضريبه، من المهم ان يشعر يعني المواطن اللي دخله فوق الطبقه الوسطى انه هو بيساهم في دفع ضريبة مباشرة، بتساهم هذه الضريبة في نعم. توفير. نعم. إذن دكتور خير، يعني سأتي إليك بموضوع النسب. قمتم بالمساس بالنسب للأفراد والعزب والمتزوجين؟ النسب التي تلي حد الإعفاء. نعم طبعا تم المساس فيها، ولا يمكن أن تمر من مجلس النواب دون النظر. هي كانت تبدأ ب5%. كانت تبدأ ب5% وتنتقل بدرجات متفاوتة. خليني أحكي لك شو التغييرات. نعم. التي أحدثتها اللجنة على النسب. أولا اللجنة فيما يتعلق بالناس اللي دخلوا فوق 300 ألف دينار كان يبدأ الضريبة عنده بنسبة 25% من الدينار الأول. احنا قلنا لا يبدأ من الدينار الأول، بيأخذ الإعفاءات وبتسلسل بالتدرج، وكذلك اللي فوق المليون لأنه كان حتى الرقم حسابيا كان فيه مشكلة، وبعتقد مدير الضريبة بيقرني في هذا الموضوع. ايضا موضوع ال 22% هي تم تعديلها لتصبح 20%. هي اعلى شريحه، على شريحه 30% اللي هي يعني ثاني اعلى شريحه. نعم تم تعديلها لتصبح 20%، وبعتقد انه مثل ما تحدث عطوفه الاخ الشريحه الاولى يمكن تركز فيها تركز عالي، وبالتالي بدك تنتبه كمان على مشروع القانون الاصلي.
القانون الأصلي أخي الكريم كان يبدأ بنسبة 7%، ولكن كانت على 10,000. كانت على 10,000، اليوم تم تنزيلها من 7% إلى 5%. على 5,000. على 5,000. وبالتالي يعني التعديل الذي أجرته اللجنة أجرت 3 تعديلات على هذه على موضوع النسب. أولا في موضوع ال 22 اللي تم إزالة الاثنين، وتم إزالة بند ال 300,000 يتخضع من الدينار الأول لأنه ما كانش فيه عدالة حقيقة، وقلنا لا حقه يأخذ الإعفاءات مثل باقي المواطنين ويتدرج، لأنه الدستور مبدأ نص على مبدأ تصاعدية الضريبة، وكذلك يعني الأشخاص اللي دخلوا فوق المليون تم إخضاعهم إلى شريحة مرتفعة نسبيا حتى نعوض فرق الإيراد. نعم، ولكن لم يتم المساس فعليا بالتدرج بالشريحة أنها 5,000، يعني بعد انتهاء الإعفاء اللي هو، فنتحدث عن مثلا المتزوج 18,000، تبدأ النسب عليه 5, 10, 15, 20 وهكذا. نعم نعم، ولكن كنسبة ضريبة نتحدث عن أول شريحة 5%، 5% ثم 10% ثم 15%. دخلت تعديلات 22% تم تخفيضها بالتوصيل 20%، ومشروع القانون اللي قدم من الحكومة كان بيفترض فوق 300,000 يعتبر للشخص الطبيعي من الأغنياء. تماما، ولكن 5% لم يتم المساس فيها. كانت الشريحة بتقول اللي فوق 300,000 يخضع دخله مباشرة لل 5%. لم يتم المساس فيها لأنه هي نزلت من 7% إلى 5%. نعم، مع أنه الحجم بعد ال 5% تماما ننتقل إلى 10، كانت بالسابق تنتقل بعد الشريحة الأولى إلى 14، بعد 7 إلى 14. نعم مزبوط. طيب إذا نذهب أيضا إلى تعديلات التي طرأت على فعليا الزراعة. نعم، كنا نتحدث عن إعفاء ب 25,000 من صافي الدخل. من صافي الدخل. نعم، واليوم نتحدث عن مليون دينار. لا، الزراعة من إجمالي المبيعات. بدنا نتحدث عن شقين من الزراعة، المزارع الطبيعي الشخص الطبيعي مع إعفاء لغاية مليون دينار من إجمالي المبيعات. بمعنى إذا مزارع باع بمليون ومئتين ألف، المليون الأول بنتركه وبنأخذ الدخل عن بعديه عن صافي الدخل المتحقق نتيجة المئتين ألف. فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المزارع زي الشركات، تحدثنا عن صافي الدخل لأنه هنا الشركات المفروض تمسك حسابات نظامية ويكون لها دفاتر نظامية منتظمة، وبالتالي نتحدث عن صافي الدخل اللي يصبح إعفاء 25,000 دينار من صافي الدخل. طيب هل هناك أي نسب ممكن أن تشير إلى أنه مزارع لما يبيع بمليون دينار كم أرباحه من هذا المليون؟ طبعا يعني هو الدائرة عندها سجلات وعندها قوائم ربح وتستطيع التعرف إلى ذلك. بعتقد هذا الموضوع ما يعني يستطيع التعامل معه، ما عندنا مشكلة في التطبيق. نعم، طيب أستاذ حسام، لديكم أرقام حول الأرباح من المليون الأول؟ يعني للأمانة إحنا في مشروع القانون رفعته الحكومة كان مربوط بصافي الدخل، بمعنى لأنه هذا قانون ضريبي على الدخل وبالتالي ليس ضريبي على المبيعات، يعني هذه مربوط ممكن تبيع في طب حالات. اليوم بهذا التعديل صارت على المبيعات؟ طبعا إذا أقرت التوصية إحنا كحكومة بدنا نطبقها، بس أوضح وين إحنا. اسمح لي أوضح، هو الحقيقة ليست على المبيعات، المشروع التعديل أدخلته اللجنة هي تدخل الضريبة على الدخل، على صافي الدخل المتحقق فوق المليون مبيعات. يعني لأنه ليش بنتعامل مع مبيعات مع المزارع؟ لأنه المزارع ما عنده حسابات نظامية مدققة وما عندهش مدقق حسابات حتى يستطيع أن يعمل ميزانية، فروحنا على المبيعات. وبالتالي لكن لا يعني أرجو أن لا يفهم من ذلك أن الضريبة ستكون على المبيعات، الضريبة ستكون عن صافي الدخل المتحقق فوق المبيعات المليون دينار. يعني ممكن أن يقدم فواتير فوق المئتين فوق المليون بالمئتين ألف. وين في مشكلتها لما تربطها في المبيعات؟ قد مثلا يبيع بمليون ومئة ألف ويخسر، وقد يبيع بنص مليون ويربح 400,000. تماما، هل لديكم أرقام ممكن أن هاي بيعتمد على البيانات تثبت ربحه أو خسارته؟ طبعا بدي يقدم بيانات مالية فعلية، إذا زادت مبيعاته عن المليون دينار بدي يقدم بيانات مالية فعلية ويظهر نتيجة نشاطه من ربح أو خسارة. وعلى أساسها معظم المزارعين الأردنيين، نتحدث عن المزارعين بالأغوار والمزارع البسيط والنعمي، معظم مزارعين مبيعاتهم تقل عن مليون دينار. نعم، إذن مشاهدينا الأحد الاقتصادي مستمر معكم، وبعد الفاصل استبدال اسم ضريبة التكافل الاجتماعي لتصبح المساهمة الوطنية وتحويل إيرادها لسداد الدين العام الحكومي.
مشاهدينا اهلا بكم من جديد في الاحد الاقتصادي، ونرحب معنا في هذه الحلقه برئيس لجنه الاقتصاد والاستثمار النيابيه دكتور خير ابو سعيليك ومدير وعام ضريبه الدخل والمبيعات حسام ابو علي. اهلا بكما من جديد. يعني ساعود من حيث انتهينا. نعم استاذ حسام، المزارع البسيط في الغور يجب ان يقدم اقرارات؟ لا لا، حتى او حتى سندات قبض وصرف؟ لا لا، حتى في النسخه اللي قدمت من الحكومه ما بتتضمن المزارع البسيط ان يقدم. وكان مشروع القانون بيتضمن انه لغايه 25,000 معفي، بالاضافه كهو يتمتع بالشخص حتى ال 25,000 انت تريد منه ان يقدم موازنه يثبت فيها بانه باع مثلا ب 70 وربح 25. اصبر اكمل. ولذلك جاء قرار اللجنه 25 زائد 18. لا، المزارع بياخذ من نشاطه الزراعي 25 بالاضافه الى حقه في الاعفاء كشخص طبيعي 18، اجمع 25 زائد 18. اذا حقق دخل في هذه النسخه اللي قدمت الحكومه، اذا حقق دخل فوق ال 25 زائد ال 18 يعني نحكي عن 43,000 دينار، اذا دخله زاد عن 43,000 دينار في النسخه اللي قدمت الحكومه كان بيخضع لضريبه الدخل عما زاد عن هذا الرقم. هذا فيما يخص الزراعه. نعم. طيب دكتور خير، ماذا عن الصناعه؟ ما هي التعديلات؟ بدي اجاوبك انا، اسمح لي في عجاله ارجع للزراعه مشان نكون واضحين امام المشاهدين وامام الناس. الحقيقه ان الحديث عن صافي دخل وربح الزراعه للشخص الطبيعي ما كانش امر منصف للمزارعين، لانه المزارعين اللي موجودين عندنا في مناطق مختلفه في المملكه الاردنيه الهاشميه وبالاغوار وفي عده مناطق لا يستطيع ان يمسك حسابات قبض وصرف وحسابات نظاميه، ولا يستطيع ان يتقدم لك بموازنه مصدقه وغيرها. طبعا نستثني بعض الشركات اللي تعمل بالزراعه. الشركات احنا خضعنا طلبنا طبعاً. الشركات عملنا معها بمنظار اخر. نعم. احنا الان بنتحدث عن الشخص الطبيعي، المزارع الطبيعي، لذلك لجأنا في من الشخص الطبيعي، قلنا الشخص الطبيعي اللي مبيعاته فوق المليون دينار، واستخدمنا مصطلح مبيعات لعدم تمكن الحقيقة من مسك حسابات نظامية قبض وصرف. أما بالنسبة للشركات فقلنا لا، بدنا نعفيه أول 25,000 من صافي الدخل للشركات، ما تحدثنا عن مبيعات. نعم. لذلك طيب، قرار اللجنة جاء حصيفا وجاء في مكانه الصحيح. بالنسبة للصناعة، الصناعة بدنا ننتبه إلى موضوعين. أولا أنه من بداية 1/1/2019 انتهت المهلة المسموحة للصناعة بإعفاء الصادرات بموجب الاتفاق اللي بين الحكومة ومنظمة التجارة العالمية، وبالتالي الآن من 1/1/2019 ستخضع أرباح أو ستخضع الصادرات الصناعة إلى الضريبة، وهذا مش بفعل قانون الضريبة، مش علاقة ملوش علاقة بقانون الضريبة. نعم. هذا بفعل انتهاء الاتفاق الموجود بين الحكومة وبين منظمة التجارة العالمية، وهذا قرار صادر عن مجلس الوزراء وليس بفعل قانون الضريبة. ولذلك في اعتقادنا أنه ارتفاع النسبة على الصناعة من 14 إلى 20 نعتقد أنه مجحف بحق الصناعة الوطنية، والحقيقة لم نوافق عليه ولم نقبل به. ما فعلته اللجنة أبقت النسبة كما هي بالقانون الأصلي 14%، ولم نكتفي بذلك بل قمنا أن نستطيع عن الصناعة تخفيض الـ 14% بخمس درجات، يعني بيقدر ينزل من 14 إلى 9. كيف؟ واحد، إذا عمل صناعة في المحافظات والألوية، هذا بنعطيه نسبة تخفيض 1%. خارج عمان. خارج عمان وإربد والزرقاء. خارج مراكز عمان وإربد والزرقاء. نعم. أطرافها لا مشمول، المفروض يكون مشمول. إذا شغل أردنيين بنسبة 75% بنعطيه 1%، إذا شغل أردنيين بنسبة 90% بنعطيه كمان 1% إضافية. إذا شغل المرأة الأردنية بنسبة 30% نعطيه 1%، إذا استخدم مدخلات الإنتاج من نواتج الصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية مشان نزيد تعظيم المدخلات المحلية نعطيه كمان 1%، إذا أنشأ مراكز تدريبية في المحافظات وفروع إنتاجية ستلايت في الألوية الفقيرة نعطيه 1%، وإذا ورد عملات أجنبية نتيجة قيامه بالبيع خارج الأردن إلى وكانت هذه تشكل 25% أو 50% من مبيعاته نعطيه نسبة 1% أو 2%. إذا يستطيع الصناعة إذا قام بهذه الإجراءات أن يخفض ضريبته بمقدار 5% على 14. وهذا ما قصدناه عندما قلنا أن نريد لقانون ضريبة الدخل أن يكون قانونا محفزا وليس قانونا مثبطا، ولذلك قلنا نعم. الصناعة بنرجعها إلى النص الأصلي يعني وبنعطيها حوافز مقابل أهداف تنموية تريدها الدولة الأردنية. تسمح لي هذا موضوع نحكي فيه. الواقع يعني الحكومة في مشروع القانون
بنقول مشروع قانون إصلاح، هذا واحد. اثنين، هذه ضريبة على الدخل. الحكومة في مشروع القانون كان هدفها تعالج التشوهات في ضريبة الدخل في النشاطات وفي العالم في النظم الضريبية. نقصد بأنها ضريبة الدخل هي ضريبة على الربح، ضريبة على صافي الربح. احنا مع دعم القطاع الصناعي، ولكن يجب أن يكون الدعم بالطرق المناسبة لتوجيه الدعم. يعني من يحقق صافي ربح سنوي يجب أن يدفع ضريبة، وكل ما زادت عدد شرائح الضريبة يعتبر تشتت في النظم الضريبية. التوجه اللي كان مع الحكومة أنه يجب التقليل من عدد الشرائح والفجوة بين قطاع التجاري والخدمات والصناعي، ولكن الانتقال التدريجي. وفي نفس الوقت في نص القانون نص على أن الحكومة ستعمل على دعم قطاع الصناعة من خلال، احنا بهمنا ندعم قطاع الصناعة من خلال دعم تكاليف الإنتاج. قطاع الصناعة الأهم أعطيه، خفض له كلفة الإنتاج وعناصر الإنتاج وخليه يربح ويدفع 20%. هاي الهدف اللي كان بيتضمن القانون. القانون بيقول، ولكن لا ننكر بأنه هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في زيادة النمو. الأمر الآخر بالتأكيد، لما أنا بخفض الأفضل بدل ما أنا أخفض على صافي الربح توجه الحكومة أن تعمل طيب إذا كانت على تخفيض عناصر كلف الإنتاج. طيب إذا كانت على صافي الربح كثير مهم إحنا حتى تستطيع، يعني الآن هذا صافي الربح لن لا يعتبر عنصر من عناصر التكلفة، هذا عبء على توزيع الربح. الحكومة رايحة باتجاه تساعد قطاع الصناعة على تخفيض عناصر كلفة الإنتاج حتى يتمكن قطاع الصناعة من المنافسة عالميا. سريعا سأتوقف عند نقطة بسيطة، إذا كانت أهم. إذا كانت على في نفس الوقت يدفع، كيف ستنعكس على المواطن إذا تم فرضها على الشركات؟ لا علاقة. هذا كمان مرة بدنا نميز بين نوعين من الضريبة. إذا فرض ضريبة الدخل، ضريبة الدخل هذه مهمة جدا ولازم، وهي كمان على الشركات يجب أن لا تنعكس على الخدمات والسلع المقدمة للمواطن. خلينا أذكرها بالضبط. في عنا في النظم الضريبية نوعين من الضريبة. نعم. في ضريبة غير مباشرة، ومباشرة هاي الضريبة التي يتحملها المواطن أو مستهلك السلعة، اللي هي عنا بالأردن بنسميها ضريبة المبيعات، في دول العالم بسموها ضريبة قيمة مضافة، وهي ليست موضوع نقاش، وهاي هي اللي بيحملها المواطن. وفي ضريبة على صافي الدخل. طيب، ولكن الحكومة أكثر من مرة صرحت بأنه إذا قمنا بزيادة الضريبة على بعض القطاعات بدون تسميتها ستنعكس مباشرة على المواطن. لا لا لا, لا, لا كمان مرة ما في تصريح بيقول أنه بدنا نرفع على البنوك سيد. على البنوك إذا قمنا بفرض ضريبة إضافية على البنوك ستنعكس على المواطن ويزيد أقساط. لا لا، البنوك تم كبقية القطاعات مسودة أو مشروع القانون اللي قدم لحكومة البرلمان تضمن زيادة على البنوك بنسبة 2% ضريبة الدخل و 1% ضريبة التكافل، يعني بنسبة 3%. ومساهمته في هذا المشروع وفي الحصيل المتوقع من هذا المشروع زيه زي بقية القطاعات تم إضافة نسبة، وهاي النسبة هي على صافي الدخل وليست على الخدمات اللي تقدم من البنوك. فبالتالي كل من يقول بأنه يمكن أن تنعكس على المواطن، أنا بقول يعني هون بيجي السوق وبيجي هون ضوابط اللي لازم الحكومة تعمل عليها. الآن احنا بنقول في نوعين من الضرائب. سيدي تحدثنا بالنوعين من الضرائب، ولكن فعليا الضريبة هاي جواب على هاي الضريبة، يعني أريد منك جوابا مباشرا تماما. نعم، ضريبة الدخل يجب أن تنعكس على المواطن. لا لا أبدا، هاي ضريبة على الدخل وعلى صافي ربح رأس المال المستثمر، مش ضريبة على السلع والخدمات. نعم دكتور خير. يعني أنا بدي أرجع موضوع الصناعة، يعني بتحدث عطوفته أنه يجب أن ندعم كلف السؤال مثلاً. هل انخفضت كلف الإنتاج حتى نرفع الضريبة على الصناعة؟ الجواب لا. اليوم الطاقة في الأردن أعلى من الطاقة في الدول المجاورة. اثنين، إحنا السوق الأردن سوق صغير نسبيا، ونتحدث مع الأسواق المجاورة. تونس قبل شهور أصدرت قانون لضريبة الدخل الجديد وأعطت إعفاء للصادرات، مخفض نسبة مخفضة للصادرات. مصر لديها إعفاء لصناعة الألبسة من الصادرات جزئي، إعفاء جزئي. الجزائر لديها، تركيا لديها. وبالتالي اليوم عندما تريد أن تنقل اليوم الصناعة من 14% إلى 20% وتلغي إعفاء الصادرات،
هذا في جور كبير على الصناعة. طيب. ولذلك احنا دكتور خير لم نستجب تحديدا البنوك والاتصال وشركات الاتصالات وهي يعني ما دار حولها لغط كبير في الفترة الماضية، هل تم فعلا المساس بما قدم من الحكومة على ضرائب؟ الحكومة تقدمت إلينا بزيادة 3% على البنوك، ونحن قبلنا هذه الزيادة الحقيقة على البنوك. وفيما يتعلق بالاتصالات يعني تم بمشروع القانون كان في زيادة عليها بنسبة 3% أو خفضتها اللجنة اليوم إلى 2%. شركات التأجير التمويلي والتأمين وغيرها رفعت الحكومة عليه بمقدار 7%، وإحنا وجدنا أنه في هذا ارتفاع كبير جدا، نزلنا على شركات التأجير التمويلي والشركات المالية إلى 4%. أيضا من الشركات اللي توزيع الكهرباء كان عليها 3%، شركات التأمين وإعادة التأمين رفعوا عليهم نسبة عالية، نزلناها 7% رفعوا عليهم، نزلناها الحقيقة إلى 2%، لأنه شركات التأمين معظمها الآن شركات خسران. إحنا ثلاثة التأمين. نزلناها إلى 2%. نعم. إذن طيب هذه الشركات بمجملها أنت تتوافق مع أستاذ حسام عندما قال بأنه يجب أن لا تنعكس على المواطن بعد فرض الضريبة. الأستاذ حسام قال يجب أن لا تنعكس، وأنا بقول يجب، لكن الحقيقة أنه يعني البنوك عندما اجتمعنا مع البنوك قالوا إذا رفعتم علينا سنعكس ذلك على المواطن، ولذلك أنا بدي أحكي بشكل واضح، نحن يعني من خلال اجتماعات اللجنة يعني عقدنا اتفاقات وتفاهمات مع بعض القطاعات إنه ننزل الضريبة اللي جاي بمشروع القانون في مقابل ما يكسوش ذلك على المواطنين، وبعض القطاعات أخذنا منهم تعهدات مكتوبة بذلك ومحفوظة لدى الأمانة العامة لمجلس النواب. يعني اتفاقات ملزمة؟ يعني المفروض تكون ملزمة. طيب إذن يعني دعني أذهب إلى تحديدا يعني الضريبة اللي كانت تسمى بالتكافل الاجتماعي. نعم. اليوم أنتم أعدتوا تسميتها لتصبح المساهم الوطني. نعم. إذن يعني الشركات ودافعي الضرائب بشكل عام يجب أن يسدوا الدين العام. لا ليس هكذا. الحقيقة أن المساهمة الوطنية ليست فقط الجزء المتعلق بالتكافل. خلينا أوضح لك إياه. اليوم بالقانون الأصلي كانت الضريبة على البنوك 35 وعلى الصناعة 14 وعلى التجارة 20 وعلى الاتصالات والتأمين وكانت 24. ما فعلنا أنه أبقينا على هذه النسب كما هي، ما غيرنا، والفرق اللي تحدثنا عنه 2% أو 3% وضعناه مع التكافل، وضعناه كله في حساب المساهمة الوطنية. شو المغزى من هذا؟ كم وصلت المساهمة الوطنية اليوم معناته؟ يعني تغيرت نسبتها؟ هي كانت 1%. لا الآن مثلا للبنوك، مثلا البنوك مشروع القانون رفع عليهم 2% و1% تكافل. نعم. أبقينا النسبة بالقانون 35 بدون تغيير، ووضعنا 3% في حساب المساهمة الوطنية. وبالتالي لماذا فعلنا ذلك؟ لأمرين. أولا إذا أسمنا تكافل يعني جزء كبير من الشركات هي تقوم بعملية المسؤولية المجتمعية، وبالتالي ستوقف تقديم مساهمتها إلى الجهات المختلفة، وهذا الحقيقة يلحق ضرر كبير بالعمل الخيري والعمل الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي من هذا الباب جاء. الأمر الآخر عندما ينظر المستثمر الآن إلى قانون الضريبة سيجد أن النسب هي 35% وأن شركة التأجير 24%، ولكن هذا الإلزام هو التزام مؤقت، لأننا وضعنا نصا أنه يتوقف الاقتطاع إلى حساب المساهمة الوطنية إذا بلغت الدين انسجم مع النسبة المسموح بها بموجب قانون إدارة الدين العام، وهو 60%. إذن يعني طيب أستاذ حسام، إلى أي حد هذه الأرقام ستخفض فعلا من النسب التي كنتم قد تقدمتم به؟ شكرا. الواقع يعني نحكي بكل صراحة، هذا مشروع قانون ضريبة الدخل، النسخة اللي تقدمت فيها الحكومة كانت بناء على دراسة، وتأتي ضمن إصلاح منظومة النظام الضريبي والحصيلة في تعزيز الموازنة بواحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. والواقع التعديلات اللي اقترحت من اللجنة هي ستخفض وستجعل القانون لا يحقق أهدافه اللي توخناها، مش بس الحصيلة، أنا يعني الأمانة الحصيلة واحد، يعني إذا دخلنا بالتفاصيل لكن نحترم رأي اللجنة، هي الديمقراطية، يعني واحد عندنا الاقتراحات ستخفض الحصيلة من مشروع القانون. اثنين أهداف مشروع القانون، مثلا إحنا عندنا توسيع القاعدة الضريبية
بارتفاع الإعفاءات من 18 ل 25 سنعود إلى ضعف القاعدة الضريبية في النظام الضريبي. ثلاثة، واحد من أهداف مشروع القانون إحنا محاربة التهرب الضريبي، شددنا العقوبات يعني في سنة على التهرب الضريبي مشروع القانون لكن الاقتراح من اللجنة كان بإعادة العقوبات كما كانت، والواقع يعني إحنا كنا بنأمل أنه أن تمرر العقوبات المغلظة على المتهربين ضريبيا، لأنه التهرب الضريبي واحدة من أدوات المحاربة كانت لا بدنا يعني تجديد العقوبة على المتهربين. تماما، سنتحدث بالتفصيل عن التهرب الضريبي، ولكن الأحد الاقتصادي مستمر معكم ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في الأحد الاقتصادي، ويعني سأعود مباشرة لك دكتور خير. يعني العقوبات مبالغ فيها وفيها ازدواج، وقمتم بشطب بعض العقوبات، هذا ما جاء على لسانك في المؤتمر الصحفي. ما هو المبالغ فيه لعقوبات التهرب الضريبي؟ يعني أولا لا يجوز أن يعاقب الشخص المخطئ على نفس الخطأ مرتين، وبالتالي نحن مع تشديد العقوبات على المتهرب ضريبيا، ولكن المادة التي تحدثت عن إلغاء العقوبات المكررة لا تتحدث عن الشخص المتهرب ضريبيا، يتحدث عن شخص قام بخطأ وليس تهربا، تأخر في تقرير إقرار في إجراءات معينة، فتم فرض غرامات إضافية فوق الغرامات المصالبة بالقانون، والحقيقة هذا توسع ليس له داعي. أما فيما يتعلق بعقوبة التهرب الضريبي فقد وردت في مادة في ذيل القانون في نهاية القانون تتحدث عن العقوبات في التهرب الضريبي. وجدنا من خلال الاستعانة ببعض الخبراء القانونيين ومن ضمنهم زملاء لنا في اللجنة القانونية، وحضر أيضا رئيس محكمة البداية الضريبية وهو منتدب من قبل المجلس القضائي لحضور الاجتماعات اللجنة، وكان الرأي أن العقوبات الواردة في مشروع القانون تتجاوز على العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وبالتالي رأت اللجنة أن ننسجم مع القواعد العامة، بمعنى أنه اللي بيكرر ثاني مرة في حبس 4 شهور، واللي بيكرر ثالث مرة في حبس لغاية سنتين، واللي بيكرر يعني ثالث مرة في حبس ل3 سنوات، هذا انسجمنا معه. طيب، أما تزيد على القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات الحقيقة هذا توسع وهو تجاوز على القانون. طيب، العقوبات وتجاوز على القواعد العامة. لماذا وضعت؟ شكرا. إذا كانت توسع وتشدد نرجع للمادة اللي تتعلق بعقوبات التهرب الضريبي اللي هي المادة 66. نعم. والواقع هي شقين، العقوبة في التهرب للمرة الأولى الحكومي في مشروع القانون القدم من الحكومة كان يتضمن تغليظ العقوبة إلى مثلي قيمة الضريبة، وحاليا المثل ما وافقت عليها اللجنة. إحنا كنا نأمل، وهي مش منصوص عليها في قانون العقوبات، تتعلق يعني هذه أحد المرة الأولى. هاي اللي المرة الأولى العقوبات في المرة الثانية. شو هي هاي؟ هي العقوبة مثلين، إحنا ليش ما وافقناش عليها؟ لأنك أنت بتدفع 4% أسبوعيا وماخذ منه المبلغ الأصلي وماخذ منه المثل. طب يعني أنت معاقب ثلاث مرات. الأربعة بالألف غرامات تأخير، ما كل بند له أسبابه، ولكن في المحصلة هو من جيبة المواطن. ماشي، إحنا بنحكي عن متهرب ضريبي في المحصلة دفع 3000 المطلوب منه، ولكن بتعريف التهرب من ضمنه من يتأخر. لا 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 لا، التهرب الضريبي، ويعني اللجنة دخلت على مفهوم التهرب الضريبي. طبعا التهرب الضريبي حكم وليس سلطة للدائرة الضريبية. نعم. لا مدقق ضريبي ولا مدير عام الضريبي بفرض عقوبة التهرب الضريبي، حكم قضائي. واللجنة مشكورة دخلت حتى في تعريف التهرب الضريبي قصده، بمعنى أصبح تعمد القصد بالتهرب الضريبي، زور أخفى بيانات. التهرب الضريبي حكم قضائي، عشان هيك غلظنا العقوبة، لأن العقوبة غير كافية في القانون الحالي. طيب هذا اللي أخفى بالقصد ما زال موجود اليوم، لساتنا بنحكي عنه. لا لا، ما هو اللي قصدته حتى مشروع القانون لأول مرة لم يضع عليه عقوبة الحبس. لا لا، ما بنع عقوبة الحبس. احنا القانون اللي كان في البرلمان لأول مرة سحب من البرلمان. نعم. كان بيتضمن، ولكن نتيجة الملاحظات والاقتراحات اللي قدمت للحكومة من خلال مشروع القانون اللي عرضه على موقع ديوان التشريع، جاء انه اول مره اذا غلط اول مره مع انه تعمد عاقبوه ماليا، فرحنا باتجاه تغليظ العقوبه ماليا فقط، فكان الهدف الضعف. اللجنه اوصت باعادتها الى كما كانت
ما وافقت على التعديل. العقوبات الأخرى اللي ذكرها الأستاذ الدكتور، نعم إحنا لو بدنا نطبق القواعد العامة ما حطينا نصوص خاصة في القانون. يعني إذا حطينا نصوص خاصة في قانون ضريبة الدخل حتى نغلظ العقوبة، لأن التهرب الضريبي أصبحت مشكلة وهي جزء كبير من المشاكل اللي بتعاني منها نظامنا الضريبي. لابد من أن نعمل يعني في كل المحاور. العقوبات اليوم على المتهرب بحسب ما أتى من اللجنة هل هي كافية؟ إحنا كنا بنأمل أن تبقى كما قدمتها الحكومة مغلظة، لأنه إحنا رايحين في التهرب الضريبي في محاور. واحد من محاور محاربة التهرب الضريبي تغليظ العقوبات. كنا نأمل أن تبقى كما تقدمت فيها الحكومة، زيادة الغرامات للمرة الأولى وزيادة العقوبة في حتى النص اللي قدم طيب الحكومة عدم الأخذ في التخفيف. ازدواجية العقوبة يعني أمامي اللي هو ازدواج الضريبي مثل المسقفات. نعم. برضو يعني تطرقت لموضوع الازدواج الضريبي والمسقفات. صحيح. ما الذي حل فيه؟ يعني نحن أرسلنا الحقيقة وخاصة في موضوع توزيعات الأرباح على الأسهم في السوق المالي، وطلبنا رأي عدد من الخبراء هل ذلك ازدواج، لأن الحكومة بتقول هذا مش ازدواج ضريبي، وإحنا كان رأينا أنه ازدواج ضريبي. طلبنا رأي عدد من الخبراء ووصلنا آراء مكتوبة من أساتذة وأكاديميين ومن جهات استشارية كبيرة في العالم، واحدة من الشركات الأربعة الكبرى في العالم قالت أن هذا ازدواج ضريبي، وهذه وثيقة موجودة لدينا ومحفوظة أيضا في أمانة عام في أمانة مجلس هذا الدولة. أرباح الأسهم، ولذلك ما خضعنا أرباح الأسهم، ما خضعناها. طيب الضريبة. والمسقفات؟ المسقفات خضعناها بنسبة 50%. ليش بنسبة 50%؟ لأنه اعتبرنا أن جزء من المسقفات يذهب بدل خدمة، ربما هناك إنارة شوارع، ربما هناك تعبيد، ربما أن هناك خدمات النظافة التي تقوم بها البلديات، ولذلك اعتبرنا أن جزء من هذا المبلغ هو نتيجة خدمة تقدمها البلديات، والجزء المتبقي النصف الآخر هو ما نقوم بعمل التقاص به. وبالمناسبة هذا كان معمول فيه بالقانون اللي قبل السابق، قانون 2009. طيب أستاذ حسام، كيف سيتم عملية المقاصة؟ يعني المواطن بعد ما يدفع مسقفاته بيجي عليكم بالفاتورة وبتخصموا نصها؟ شكرا. الواقع واحدة من الإصلاحات في المشروع القانوني اللي تقدمنا فيه كحكومة موضوع ضريبة الأبنية والأراضي. موضوع ضريبة الأبنية والأراضي أو ضريبة المسقفات، هاي ضريبة كثير من الناس بفكرها ضريبة على الدخل، هاي ضريبة على ملكية الأبنية والأراضي. يعني إذا أنت بتمتلك عقار حتى لو مش مأجر، لو ما بيجيك منه دخل يخضع لضريبة الأبنية والأراضي. أنت بتمتلك شقة قاعد فيها تدفع ضريبة أبنية وأراضي. كثير من الناس بيخلطوا بين ضريبة الدخل وضريبة المسقفات خاصة للأبنية المؤجرة. المسقفات كيف فعليا سيتم التقاص؟ الآن خليني أوضح الفلسفة أول بعدين بنيجي للتقاص. لا ما هو بنروحنا ضريبة المبيعات بدنا نيجي. يلا. ماشي نيجي. فالفلسفة التقاص من الدخل يجب أن يكون للدخل، تقاص الدخل يجب أن يكون يعني اللجنة أخطأ. لا أنا ما بقول اجتهدت اللجنة، يعني نحترم قرار اللجنة، اجتهدت زي ما احنا اجتهدنا في مشروع القانون وقلنا أن التقاص يعني من الدخل. هذا القرار أتى نتيجة تشاور، هذا القرار اللجنة لم تخطئ، ونحن مصرين على رأينا بأن المسقفات هي جزء ضريبة المسقفات جزء من الدخل. اليوم أنا إذا عندي عمارة أو مخازن مأجرهم بيجيني دخل، بأخذ منه 15% وبأخذه من المسقفات، كيف مش دخل؟ فبالتالي هو دخل. وبقول لي الأبنية غير المؤجرة تدفع عليها ضريبة دخل، تدفع عليها 2% بس. أما إذا كانت مؤجرة لا 2% الأراضي بس. ماشي. إذا كانت المبلغ غير مؤجر تدفع عليه ضريبة يا سيدي، إذا كان المبلغ غير مؤجر بتدفع عليه مسقفات مخفضة، أما إذا كان بيجيك منه إيراد تدفع عليه رقم أكبر. دكتور طيب آلية احتساب مضبوط. آلية احتساب ضريبة طيب المسقفات. التقاص كيف يحدث؟ التقاص فعليا التقاص المواطن بروح بدفع ضريبة المسقفات وبيجيك بالوصل المسقفات تخصم 50% للأبنية المؤجرة. بتيجي الآن إذا بنحكي عن 50% المواطن بيقدم إقرار الضريبة قديش دخله، بيطرح الإعفاءات، نفترض طلع عليه ضريبة دخل 1000 دينار. الآن افترض دافع ضريبة مسقفات 500 دينار. نعم. الآن احنا كنا بمشروعنا نقول 500 دينار بتعتبرها نفقة وبدها بتطرحها من الدخل، من دخلك مش من الضريبة. الآن بالتوصيل اللي قدمت من اللجنة
50% من هاي الضريبة بدك تطرحها من الضريبة. عليه ضريبة دخل 1000 دينار، تطرح 200 500، تطرح 250 دينار، و250 دينار يعتبروا ضمن النفقة الضريبية المقبولة. نعم هذا الاقتراح طيب لقدم لليه. طيب دكتور خير، إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات، يعني على المواطن أن يكون فرح بهذا القرار أم بظل وضع الحكومة الصعب أي قرار يجب أن يكون، يعني فكرة إعادة النظر أو طرحكم لإعادة النظر في ضريبة المبيعات يجب أن يكون؟ نقول أن هناك تشوه في ضريبة الضرائب كلها، مش إحنا ما قلنا ضريبة المبيعات، قلنا الضرائب غير المباشرة في تشوه. نعم. اليوم المواطن الأردني يدفع ضريبة خاصة ويدفع ضريبة على البطاقة الخلوي ويدفع ضريبة على المحروقات ويدفع ضريبة مبيعات ويدفع ضريبة مغادرة في المطار، هذه الضرائب كلها بنسميها ضرائب غير مباشرة، ولا يجوز الحقيقة أن تبقى مشتتة بهذه الطريقة. نعم نحن نطالب بإعادة إزالة التشوه منها من ضريبة المبيعات، لكن إذا الحكومة لا تفهم إنه والله زيادة التشوه إنك تزيد ضريبة المبيعات، لا هذا مش هذا المقصود، المقصود إزالة التشوه. وبالمناسبة يعني قرارات اللجنة أرجو لا يفهم إنه بتتخذ قرارات اللجنة درست دراسة متأنية وكان على طاولة البحث معنا مجموعة. نعم. عدد كبير من الخبراء اللي كانوا جالسين في مختصين في مجال الضريبة وأكاديميين وأساتذة. نعم. الجامعات، ووصلنا إلى يعني وصلنا إلى بعد دراسة معمقة. في آخر سؤال يعني لأنه انتهى وقت برنامجنا، أستاذ حسام، إلى أي حد أنتم راضين عن تعديلات اللجنة ويمكن أن تتوافق مع ما تم تقديمه؟ بالتأكيد إحنا أنا بحكي كحكومة بناء على دراسة العبء الضريبي ودراسة التهرب ومراجعة كحكومة راضية عن هذه التعديلات؟ كحكومة هي تقدمت بمشروع قانون هو الذي يمكن من تحقيق الإصلاح في النظام الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل الضريبي المباشرة. راضين أم غير راضين عن هذه التعديلات؟ وكنا نأمل أن يتم إقرار مشروع القانون. راضين أم غير راضين عن هذه التعديلات؟ واضح أنه إحنا غير راضين، لأنه بحكي قانون ضريبة الدخل. نعم. الحكومة تقدمت بمشروع قانون. نعم يعني هو اللي بيحققها الأهداف اللي قدمت. نعم. فيها من توسيع قاعدة ضريبية. نعم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، كنتما معنا في الأحد الاقتصادي. مشاهدينا انتظرونا في نفس الموعد الأحد القادم.